متضايقة؟ لا لا أبدا. في شيء؟ لا لا أبدا. اشتقت لك. وأنا كمان. أنا ما قلت لك انتبهي على حالك. انتبهت بس. شوفي هلأ كيف بدي أخلي لك الجرح يقفل. ماشي؟ بلا كان عم بيرن أنا سمعته حتى أشوف. شرفي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل. خلص حبيبتي. خلص روقي شوي. جهاد مشان الله سامحني. مشان الله سامحني. أنا سمعته للموبايل. أنا سمعته عم بيرن مو إنه ما سمعته. سمعته بإذني. جهاد مشان الله سامحني ما بعرف ليش هيك عم بصير معي ما بعرف. مشان الله سامحني جهاد مشان الله سامحني. والله ما بعرف حبيبتي سامحك ولا سامح حالي ما بعرف. على شو بدك تسامح حالك يا حبيبي؟ بكفي انك متحملني. مرة قلتيلي انك ما بتحسي بالامان الا وانت معي، فكيف هلا بدك يعني سامح حالي وانا شفت بعيونك كل الخوف اللي الله خلقه بهالدنيا؟ لا مو بس هيك، كمان ما قدر تحميك منه. لك خوف مني أنا، أنا اللي خوفتك. تقبلني يا جهاد. لا ما أنا ما خفت منك. أنا بس فكرته للموبايل عم بيرن. مو فكرته، أنا سمعته عم بيرن. سمعته عم بيرن بإذني. أنا خفت من الموبايل مو منك أنت. والله من الموبايل أنا خفت. أنا خاف منك معقول هالحكي؟ يا حبيبة قلبي أنتي، مشان الله سامحيني. سامحيني. جهاد؟ شو؟ يعني بتقول إنه بدي طبيب نفساني؟ أعوذ بالله، شو عم تحكي أنتي وصال؟ أكيد حبيبتي ما بدك. لا يعني هي المسألة بس مسألة وقت. لأنه أنا بدي ومشتقت لك كتير، مو إنه ما بدي. خلص حبيبتي خلص، إن شاء الله مع الوقت كل شيء بينحل. طمني، لا تاكلي هم بنوم. ماني عرفاني شو بدي ساوي. والله بحبه لجهاد، بحبه من نص قلبي، بس ما بعرف ليش هيك. بدي كل شيء يكون حلو معه. معلش حبيبتي، الوقت بحل كل شيء، بس انت كمان بدك تساعدي حالك. يعني بدك تاخدي الموضوع بغير طريقة، تفكري فيه بغير طريقة. بالرغم من كل الخلافات وكل شيء صار، بالأخير مين أغلى اثنين على قلب أبوكي الله يرحمه؟ انت وصلاح. وهلأ توفى، يعني ما عاد له بقى طمعة بهالدنيا. فالشي اللي ممكن يفرحه هو انه يشوفك انت وصلاح مبسوطين. خلي هاي الصورة دائما بذهنك، صورة وشه كيف ممكن يكون رايق ومبتسم لما يكون حاسس انك انت مبسوطة ومرتاحة. مو بإيدي يا ربا، والله مو بإيدي. ما بعرف ليش هيك عم بيصير معي.
تكون بنتي، مو انه ما بديها. بس امبارح انا سمعت رنة الموبايل باذني، مو باذني هون، مو انه تهيأ لي ابدا. معلش حبيبتي معلش، بس اذا بدك نصيحتي صيري طفيلة هالموبايل. وانا هيك عمول، تعرفي شهاد كتير حباب وكتير منيح، متحملني كتير كتير فوق ما تتخيلي. بس ما بعرف ليش مبارح حسيته انه حسني اني مجنونة. وقت قلت له انه الموبايل عم بيرن طلع فيه نظرة غريبة، ما بعرف كيف كانت. بجوز تفاجأ بس يعني مو أكتر، طالما ردة فعله كانت متفهمة ولطيفة معناتها هو رح يساعدك ورح يوقف جنبك لتطلعي من هذا الموضوع. بس انتي كمان لا تخنيها، يعني ساعدي حالك، الرجال كتير بهمهم هذا الموضوع، بالنسبة لإلهم هذا هو الحب. حبيبتي انتي يا ربا شكرا كتير لإلك، يعني فوق الهم اللي انتي فيه كمان قادرة تفكري بهمومي. ستي أنا تعودت. ربا لا تخجلي مني، نحن مثل الأخوات. يعني أنا حاسة إنه أنتي وصلاح بتحبوا بعضكم. شو ناويين؟ مو ناويين تتزوجوا؟ نتزوج؟ أنا بدي أطمع إنه صلاح يتزوجني بعد كل شي مرقت فيه؟ مستحيل. بعدين وصال أنا حياتي كلها هلأ هو أنتوا الثلاثة، صلاح وجهاد وأنتي. صلاح لأن طريقة تفكيره مختلفة فقبلاني ومتفهمني، وبالتالي أنتوا كمان قبلانيني ومحترميني. بس إذا بطلع برات هاي الدائرة بلاقي العالم كله ناطر يحاكمني. لا مو ناطر يحاكمني، محاكمني وخالص، بس بده ينفذ. رو صلاح شو بنا؟ صدقني القصة كلياتها ما حيطلع منها. لك مالي خايف منه يا أخي، مالي خايف منه، بس مقهور. الله وكيلك مقهور. لك بعد ما نفضوه على الفرنج للزلمة بيجوا بيقولوا لك إنه نحن ما علينا حق، إنه هو أعطانا كل شيء بإرادته. الله يسامحك يا أخي، شو عم بيحكي؟ الله يرحمه ويسامحه. سيدي الله يرحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أهلين أمجد. أهلين بالعاشق. على أساس بس أنا العاشق مش هيك؟ مرحبا شباب. يا ابو الزول زياد تفضل. لا على راسي، بدي روح اتغدى وريح شوي. صحه وهنا. صحتين صحتين. كانكم ما بتثقوش بزياد كثير مش هيك؟ لا وتشد ايدك يعني. كانكم عكرين. ايش في؟ لك لا ما في شيء، بس مرق لعنده نادر قبل شوي. لك هذا نادر ابن مرت ابوه لصلاح، حكى معه كلمتين سمن له بدنه. ليه بده يسمن بدن شيخ الشباب؟ بس دلوني عليه، بل عن ابو ولا يا انا من عمان ما تفكرنيش هيك. ها هي كاستك مش هيك؟ كاستك هي. صحتين. وبعدين مش الحال، اخوها لربا راح ومرقت على خير. يعني والله ما بعرف، الله يسامحك يا صلاح. شو كان بده بهالشغله من الاساس؟ شلون يعني شو كان بده؟ حابة للمخلوقة حبيبتي، الشغلة مو بإيده. أي شو هالحب هاد؟ يعني لهلأ هو قدران يبين إنه مو فارقة معه، بس باين إنه فارقة معه كتير. يعني تخيل إنه الشاب يلي غلطت معه بزمانه كان هو زياد، شو كان صار فيه لصلاح؟ والله مزبوط كلامك لك وصال. بس بتعرفي هلأ أنا لما بفكر بالقصة هيك من بعيد لبعيد بحس إنه كل علاقة صلاح فيها تخبيص بتخبيص. وبنفس الوقت لما بشوفه كيف هيك مبسوط وفرحان فيها وبسمعه كيف عم يحكي عنا بقول لحالي انه حرام هدول الاثنين ما يكونوا لبعض. يا ريت، يا ألف ريت. بس المشكلة انه غلطة كتير كبيرة. طبعا، والمشكلة الأكبر من هيك انه المرة بس تغلط خلص ما عاد في شي ينفع بنوب. شو يعني؟ شو قصدك؟ لا يا وصال لا أعوذ بالله، أنت شو عم تحكي؟ بعدين حبيبتي هاد اللي عم بيصير معك أنت مو غلط، بعدين ليش عم تقارني حالك فيها؟ أنا قصدي المرأة لما بتغلط بحق جوزها، يعني كيف بدي أقول لك؟ كيف بدي أشرح لك إياها؟ يعني لما بتخبصها. يعني مانك زعلان مني؟ يعني
لهلا مو كتير.